خلينا اطرحها سؤال ليك يا كابتن عمرو، ايه اللي ممكن ان شاء الله يعني يدي اولويه للنادي الاهلي على مستوى المباراه بكره؟ وهاخد من كابتن شريف، ايه لا قدر الله لو حصل بكره ممكن النتيجه ما تكونش نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي؟ ابدا بيك يا كابتن عمرو. بص يا كابتن هاني، اول حاجه التركيز، الروح، اداء لعيبه النادي الاهلي، الجماعيه، تدفئه الخطوط، مجموعه حاجات كتيره. هي النادي الاهلي مجرد ان هو الشراسه. قول لي الحاجه المهمه جدا، انا لو بكره ده موجود في النادي الاهلي اطمن ان شاء الله على النتيجه. اي خلينا نتكلم على المستوى الفني شويه وعلى مستوى الجماعيه في الاداء. الجماعيه في الاداء، يعني مجرد ان انا بحضر من تحت، ياسر الملعب، اول ما بنزل وبقيس النبض بتاعت اول 10 دقايق بشوف الملعب شكله ايه. الملعب كويس، بشتغل وبحضر كويس. اذا كان عبد المنعم لو ربنا شفاه وعافاه ان هو يبقى موجود، او رامي او ياسر، والاطراف بتاعت النادي بتشتغل، انت حاسس ان الملعب ضيق والنجيله مش مساعداك، يبقى ملعب ممتاز على فكره. خلاص ممتاز. يبقى كده، خلاص يبقى انا كده عندي اريحيه ان لعيبه النادي الاهلي عندها الملكه اللي كاب شريف قالها في اول، ان اللعيبه دي احسن لعيبه في مصر، تقدر تعلي امكانياتها بتنفيذها اللي حضرتك برضو قلته، انفذ اداء شغلي انا، الياتي انا، المدرب بيقول حاجه وانا بنفذ في الملعب بطريقه تانية خالص. تمام، اسلوبي. طيب الجزء الثاني مرتبط بلا قدر الله، يعني انت شايف كابتن شريف وحاربه دوت مباراه سموحه، مع الاختلاف طبعا الاجواء اللي انت شفته مباراه سموحه ما سمحش النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب، وخايف بكره يتكرر يعني. لا يا ريت نلعب زي الشوط الثاني بتاع سموحه، يعني انت ليك لغه الاستحواذ على فرقه زي يانج افريكس في ملعبها، يبقى عندك الفرص كتير قوي انك انت اللي تحرز الاهداف. هو مكمل مع عمرو التركيز ومفهوم الوجود في الملعب والتحركات. يعني لازم نبقى كومباكت كلنا، يعني ما يبقاش في فراغ بين نص الملعب خطوط. والدفاع ونص الملعب والفرويد، يعني كل واحد في حته مستني اللونج باس او مستني على الاطراف كره طويله. هناقش قبل ما نشوف، يمكن محمد هاني قال ايه في المؤتمر الصحفي، هناقش مع حضراتكم نقطه مهمه جدا تكتيكيا كان قالها محمد الباز، ان هم حتى خارج ارضهم كانوا بيعملوا ضغط عالي جدا على فريق شباب باربعه او بخمس او ست لاعبين بس، بيسيبوا نص ملعبهم بالظبط. ف من المتوقع والاكيد بكره على ملعبهم مع تواجد 50,000 ان البدايات هيبقى ضغط عالي على النادي الاهلي. عندهم مشكله في الحته ديت، لو نجحوا اولا في ان هم يغلطوا اللعيبه هيبقى عندنا مشكله، لكن الجزء المهم جدا للنادي الاهلي انك لو قدرت تخرج من هذا الضغط وتنقل الكره الى حد كبير سريعا للثلث الدفاعي، بيكون عندهم مشكله لان الارتداد بالنسبه لهم بطيء جدا. نستفيد ازاي ده من العناصر اللي ممكن نتكلم عليها؟ بص، انت بتلعب فرقه بتلعب بطل افريقيا بكره، يعني ما عندهمش حاجه لو خسروا هيقول لك انا بلعب الاهلي بطل افريقيا. طيب ده فريق كبير، و احنا المقابلات بتاعتنا حتى في صفه او في، لكن هم تحت ضغط طبعا خسرت المباراه الاولى برضو يعني. في عوامل نفسيه، يعني انا ما بلعب بلوزداد، وجرأه المدير الفني انه يعمل لي الضغط ده على فرقه هناك، ممكن اقابله هنا يعمل معايا نفس الشكل هنا في مصر كويس، انما عنده التحضير لازم هيبقى عنده الميكانيزم الاصلي اللي لعب فيه في الدوري بتاعه اللي هو كسب، اعتقد كسب 8 مباريات من 9 من 9. فهو عنده الافضليه وعنده الادوات وعنده السكواد بتاعه اللي بينفذ له اللي بيحلم بيه، اللي هو دايما يكسب، بيلعب على مكسب، ما بيلعبش على تعادل او بيلعب على حاجه. طول عمر الافارقه ما بيعرفوش يقفوا ورا. يعني طول عمرنا بنلاعب الافارقه ازاي نعمل كره ان بتوين بين الباك والسنتر باك، واحنا يبقى لنا الدخول العكسي، يا اما بنلعب عرضيه يا اما بنروح دايركت على الجول، يا اما الاثنين الديفندر دايما في اي فرقه في افريقيا. الحقيقه انا ما شفتش اي امتياز فيها، يعني دايما العمق بتاع اي فرقه افريقيه يقدر يديك المباراه في اي وقت. وتركيزه دايما ان هو شايف انه على ملعبه وجماهيره، باصص لقدام قوي مش باصص لامكانياتك انت، انما انت تملك الحرفيه ازاي تعدي من واحد، زي ما كنا بنتكلم ازاي انا لما اعدي من واحد تاني البلان بي بتاعي ان انا احضر لحد. عندك ناس بتشوط كويس قوي، عندك ناس بتعمل عرضيات كويس قوي، عندك ناس بتروح على الجول بدون مسمى، بدون طبعا وجود راس حربه، عندنا سويتشات جوه ناس عندنا الشادو سترايك، عندنا البلاي ميكر، عندنا الديفندر اللي هو بكره لازم يبقى اجريسيف. طب هاخد منك موضوع الديفندر، وزي ما بقول النقطه اللي بتكلم عليها ان شاء الله باذن الله اكيد يبقى في ضغط عالي على النادي الاهلي في اول 10 دقائق اول ربع ساعه. ازاي نطلع من الضغط ده عمرو؟ عن طريق
عن طريقه، خاصة هم عندهم مميزات كبيرة جدا في الباك الشمال أو الجبهة الشمال بتاعتهم هي الجبهة الأفضل، وبالتالي هتلاقي يعني ناحية محمد هاني ممكن جدا تكون شوية لازم يقف دفاعيا بشكل كويس، لكن الترانزاكشن التحول بتاعنا من الحالة الدفاعية للهجومية لازم يكون سريع. أنت شايف مين الأدوات اللي ممكن نشتغل عليها؟ هل نطلع على بيرسي تاو؟ هل نطلع ما نعرفش لسه التشكيل، وهاخد رأيكم فيه إزاي ننقل النقلة دي؟ ان هم بيضغطوا علينا نخرج من الضغط ولازم نروح باسرع وقت ممكن او عدد نقلات قليل على ال 18 عشان يكون عندنا فرصه للتهديف. يعني اكتر اتنين يا كابتن يقدروا ينقلونا من التحول الضغط ده للحته الهجوميه عشان يبقى عندي شراسه ديانج وامام. لو احنا فكرنا في مباراه الزمالك وفي مباراه بيراميدز، ديانج يقدر بيعمل الشغل لو بيرسي تاو زي ما كابتن شريف قال، لو دخل جوه يقدر بيشتغل من الطرف ان هو عنده الملكه بتاعت الانطلاقه العنتريه اللي فيها قوه. نفس الكلام امام بيشتغل بالمهاره، بيشتغل الفردي مع وجود اوتوماتيك لو بيرسي تاو موجود او حسين الشحات عشان يقلل الضغط على محمد هاني. ما هو هاني اما هيبقى فيه تكتل او فيه قرب الخطوط هيبقى الضغط على هاني جامد جدا. لازم انا بقابل، هو بيلعب بطريقه 4-2-4-2-4 هو يعني افريكانز بيلعب كده، انا النادي الاهلي لازم العب 2-3-4-1 اللي تحت كهربا هو ده اللي هيحل، هو ده اللغز ايا كان الاربعه الموجودين عشان الحته التامينه بتاعت نص الملعب دي. مروان هيعرف يميل على الخطوط كويس قوي، هيعرف يعمل التغطيه العكسيه جه تاني، هيعرف يعمل التغطيه العكسيه على علي معلول، بس لازم يبقى في توفيق وفي ربط ما بين ديانج امام مروان، هو ده اللي يعلي كف النادي الاهلي. يمكن احنا قلنا تملك الناس بتضغط على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت هو خط ظهر النادي الاهلي ايه؟ قبل ما تفكر في خط ظهر النادي الاهلي ان في ثغرات بسيطه نص ملعبي هو اللي مكشوف فمخلي خط ظهري ظاهر ان هو عنده الاخطاء. لا لو دول اجتمعوا على الاداء من البدايه، انا اللي بضغط مش انا اللي بتضغط، ببين له شراستي من البدايه، اعتقد ان هو مش هيكمل معايا ال10 دقايق وهيبتدي يتراجع ويبتدي يعيد حساباته المدير الفني بتاعه.